اهلا فيكم حلقه جديده على قناه اليوتيوب. كل عام وانتم بألف خير، رمضان مبارك على الجميع. بناء على طلبكم اول حلقه راح نبلش فيها تويوتا سوبرا ام كي 3. عليها اكثر من موتور 7M و1J و1G، بس هاي السياره ما عليها ولا واحد من هذول، عليها 2GZ. هاي السوبرا موديل 91، كثير نادر تلاقي منها بالبلد، بس يعني في تبين عليها ان تطلع عليها بتحكي انه هاي السياره مثلا ضعيفه، سياره عاديه كلاسيك، بس هي اصلا قبلها. دهان السياره شوي تعبان، طبعا صاحب السياره راح يعملها دهان كامل جديد، وراح يغير هذا الجنط، ما راح يضل عليها، يعني راح تتضبط السياره، ما راح تضلها زي هيك. بوريكم السياره من جوا. السياره من جوا يعني كثير عاديه، مرتبه، نظيفه، تبين عليها سياره عاديه، سياره شارع، سياره مريحه. الجير اللي عليها جير الون جيل، هو الار 154، شوط كثير طويل، كثير كثير طويل، يعني تحط الثاني بتقعد ثالث يوم تسكر الثالث. السيارة مبين عليها هذه وسيارة الشارع، بس هلا بفرجيكم شو موتورها. موتورها 2GZ VVTi، هذا الموتور رجع لتويوتا السوبرا الام كي 4، طبعا الموتور مشغول شغل كامل عند محمد كعوش، هلا بفرجيكم الموتور. عليها تيربو صيني 35، الواز جيت اللي عليها تاير الاصلي، الاكزوست والهيدرز كامل تفصيل من عند اسعد البرغوثي، هات اللي عليها 1050، الكويلات اللي عليها كويلات الاودي، ضابط بنزين وعليها تبخيرة. الشغلات الأساسية بدي أفرجيكم هسا أهم إشي اللي مشغل كل هاي السيارة، بس هذا لازم يشرح خزنة لأن عليها كمبيوتر لينك منسون، هذا اللي بتحكم بكل الموتور، بتحكم بكل السيارة. صاحب السيارة ما بحب الأنتلاج كثير، فهو مجهز له كبسة بس مو عاملها، هاي الكبسة للأنتلاج، بس هاي الكبسة هي كبسة السعادة، لما تكبس الكبسة هاي السيارة بتفتح بوست. السيارة تعايرت بكراج الـ NMK Performance، وهلا راح أفرجيكم مقاطع وهي على الدايرة. وهلا نيجي على احلى مقطع في الحلقه، اللي هو نسمعكم صوت السياره وندعس فيها ونفرجيكم الاداء. في نقطه مهمه بدي احكي لكم اياها، طبعا احنا بحلبة مخصصة رح نجرب بس نعمل فيها شغل سريع. صفر وندعس مره واحده، بدي افتح لكم الشبيك عشان تسمع صوت السياره. حلو فيها ترجع هيك من الرابع لثالث، تدعس فل. We'll be right back.
الطبيعي يكون مصروف البنزين كثير عالي. يعني هيك سيارة حلوة مثلا تعملها انك تطلع فيها كل اسبوع مرة تروح هيك، فاهمين علي؟ تغير الجو، تغير المود، تعب، هو ده الكلام. بس مثلا هاي الدعسة حركة 5 لرات. صراحة أحلى إشي الواحد يعمل هيك سيارة تكون سيارة عادية مبين عليها عادي، تمشي فيها تكون مريحة، صراصاتها مريحين، بس بدك إياها تدعس تدعس. ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقة، وهيك خلصنا مع تويوتا سوبرا الام كي 3. صراحة يا اخوان تجربة، احلى تجربة في حياتي. حلو تكون هيك سايق سيارة شارع، تكون معدل بنفس الوقت، وسيارة تكون مريحة سواقتها. بس هيك ولا صغير يقول لك تدعس تدعس على عيونك. سيدك يلا هذا وقع التليفون، خليني اشتري واحد على حسابه. Ah!